نلبس كلابس ونسخن الطاسه كويس، وهنا عندي رز بلبن بدفي كوبايتين اللبن بتوعي واحط عليهم ابسط حاجه في الدنيا، انا بدفيهم يعتبر شبه كده يتسلق جواها من الرز، رز مصري من بتاعنا عادي جدا. اسيبهم كده مع بعضيهم كوبايتين لبن وحبه رز، يعني اقل كميه، مش شرط احط رز كميه كبيره عشان ما يعجنش معايا. فبطبيعته كده هو الرز بلبن ما بيحتاجش رز كتير، وحلاوته لما يكون رز معقول، وعندي معلقه نشا وحبه السكر وكيس فانيليا وشكرا على كده. طيب سيبهم ياخدوا وقتهم ويسووا الرز على نار هاديه ويعيشوا حياتهم واحده واحده. وممكن بالمره كده يعني يا ريتها قدامي، لو لقيت قدامي مش ايوان والله الحمد لله. ايه اللي لقيته قدامك؟ فص مسلكه يفرق؟ اه طبعا. واحده كده وكمان واحده، سيبهم مع نفسهم يخشوا في كمل في تكمل ايه التسويه. طيب هعمل ايه؟ بحط هنا عندي اول لبن حسيت بخر شويه، ابدا انزل عندي بالفانيلا عشان ريحه مع المستكه، والسكر مش شرط كل الكميه دي، اكيد مش هحط كل الكميه دي كلها، معلقتين ثلاثه كده حلوين عشان يعني برضو يبقى الطعم حلو. في ناس تحب تحط عسل، في ناس تحب تحط مش عارف، انا شايف المعقول السكر بيبقى طعمه حلو في اللي احنا اتعودنا عليه. وهقلبهم مع بعض شويه لحد ما يدوب ويبدا يطفو شويه تاني. يطفو ليه يا شيف؟ عشان لما انزل بالنشا الاقي حاجه سخنه تربط فيها، وما انزلش بالنشا غير متاكد من تسويه الرز وغليان اللبن في المعقول. ما خليش اللبن يغلى مني كتير وما عليش النار عليه كتير، بخلي اللبن ده يكون ايه بيدفى معايا بالتدريج، يعني ما احطش كوبايتين لبن واروح مشغل عليهم النار عالي، ففي خمس دقايق هيغلوا. طب الرز ما استواش، طب ممكن يلدع او يلسع بمعنى الكلمه، تلاقي في حاجه مش حلوه. فهنا حتى لو الحله مجهزه لهذا انا شايف ان توطيه النار في المعقول تطلع اللي انا عايزه كله، بس مش يعني ما نزودش اكتر من كده. بعديها عملنا ايه؟ جبنا كوبايتين حليب ونزلناهم شويه هنا مع نفسهم كده يبدا يدفوا شويه، نزلنا عليهم حبه الرز صغيرين جدا، وحطينا عليهم سكر وحطينا عليهم فانيلا وحطينا عليهم كمان ممكن فص مستكة يدي ريحه شبه حلوه جدا. طب اعرف منين يا شيف الرز استوى؟ اجيب معلقه لطيفه وهمسك كده بسم الله الرحمن الرحيم واطلع اي رزايه قدام عيني اهو اهو، شايف الكلام؟ اروح اعمل كده اهو بعيد اهو خالص عشان ما ابقاش مش حاجه بايدي، اروح اعمل كده لسه انا ماسك ايدي، بص الرز لسه ماسك نفسه، خدت بالك؟ امتى يحصل لما احس اما اعمل كده الاقيه يروح دايب في ايدي؟ انا تفاصيل دي معلش انا بحب التفاصيل دي، فانا مهدي خالص النار لحد ما احس ان الرز استوى، هبدا اقفل. هتقفل ازاي يا شيف؟ والله تقفيل المهلبيه او الرز بلبن او صوص البشاميل او الكشك، بص كل ده بعيد ومحركهم سريعا، هم كلهم تقفيل قريب جدا من بعض. طب وضحني يعني ايه تقفيل؟ انا بس عمال ادور على حاجه حالا. ماشي خلينا نجيب بوله ثانيه احسن، خلاص المضمون افضل. هناخد البوله دي مفيش مشكلة، وهعمل حركة حلوة جدا انا هحكم فيها. انت قلت اربع خمس اسامي يا شيف، ايه اللي جاب الكشك وايه اللي جاب البشاميل وايه اللي جاب ده وايه اللي جاب ده؟ هقول لكم حالا. بسم الله، ناخد حبة الحليب دول شايفهم، او لو عايز احط حليب من بره ما عنديش مشكلة، او لبن او عفوا مية بره الحليب ده او بره الكمية دي ممكن اعمل كده. فانا باخد حبة حليب كده بسم الله كده اهو قدام حضراتكم هنا، واجيب عندي النشا واخد عندي معلقة نشا، هي ده الربط. طب لما باجي اعمل كشك انت ايه سيره الحكايه دي؟ ما انا باجي اعمل الكشك قريب جدا من ده، بحط عندي بصله محمره برضه في الكشك، وبحط عندي كمان رزايه مسلوقه او بسلق الرز جواها، ولكن الصوص هنا بيختلف، ممكن احط له علبه زبادي، ممكن في ناس تحب تضيف كريمه لباني، ممكن، بس في النهايه الربط بيبقى واحد. ايه الربط؟ النشا، معلقه النشا تنزل كده اهي، حلو الكلام، ممكن حته كمان اروح مدوبهم مع بعض. ايه اللي هيحصل في ده بقى يا شيف؟ ده لما هينزل مع بقيه الحليب اللي عندي هيبدا يربط، فهيطلع لي القوام اللي انا عايزه الكريمي اللي احنا بنحبه، ولما يبرد يمسك في السلطانيه يبقى هو ده القوام بتاع المهلبيه او الرز بلبن او الكشك او اي كانت تفاصيل اللي ليها علاقه بده. طب انت قلت يا شيف من شويه علاقه الصوص الابيض بالموضوع، نفس الفكره انا بعمل كده ممكن في معلقه دقيق مش شرط يكون نشا مع حبه لبن اربط بيهم صوص ابيض، هي فكره الرو. نفس الموضوع ممكن لو انا محتاج اظبطها بغير النشا او الكريمه او اللبن او المرقه ممكن احط عادي معلقه زبده ومعلقه دقيق، هتعمل معايا نفس القوام وهتربط لي بالمرقه اللي هتنزل او بالحليب اللي هينزل، هيربط لي القوام اللي انا عايزه. هنا انا خلاص دورت اللي انا عايزه كله كده، حلو كلام، واسيبه برده عندي على جنب. اول ما احس هنا بقى الامور بدات تبقى تمام، هنا ابدا اشتغل بالرز بلبن. يعني ايه؟ أو ما أحس إن خلاص الرز بدأ يستوي أبدأ أنزل هنا أقفل الحاجة بتاعتي وكده متشكرين. حلو الكلام؟ كلام أفندم، كلام جميل. ها؟ شمس هاني صباح الفل، حاضر.
صباح النور، اهلا السلام وسهلا يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا والله رب تكوني حضرتك بخير يا عامل فندم، ايه؟ تحت امرك، الله يبارك لك. احنا بنعزك جامد والله، وانا نفسي اطلع مع حضرتك في ربنا المسابقه. يديم المحبه، ربنا يعزك يا اختي على راسي والله، وشرف لينا مكالمه ومتابعه. حاضر، اوامرك. ماما نفسها بس تسلم على يا حضرتك. سلام، ده احنا نفسنا نسمع صوتها. اديها لنا يا فندم. السلام اتفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بحضرتك يا ماما، ازيك؟ ازاي حضرتك يا ابني؟ الحمد لله يا فندم كله بخير. والله تعرف يا شيف علاء، انا مش عارفه اتكلم من الفرحه، لان حضرتك ذوق ونظافه. يا حبيبتي ربنا يعزك يا ماما والله على راسك، انتوا احسن. والله انا عندي شكرا. زيك على فكره، عندي فتح سياحه وفنادق. الله اكبر. والله ربنا يا شيف علاء، الدنيا كلها اخواتي، انا واحده من الناس. حضرتك نظافه كتير بيطبخهم، بس حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك في عمرك وفي مهنتك ويحسن ما بين ايديك. شكرا يا فندم، انا وابن حضرتك والله يا فندم. فتحي اسمه فتحي؟ ايوه فتحي. ربنا عادل يحبهولك وتشوفيه احسن مننا كلنا ان شاء الله. تسلم تسلم. هو في السياحه وفنادق؟ ايوه. تخصص ايه بقى؟ هو تخصص كان ويتنج. ويتر. ويتر، سيرفيس يعني. أيوة. تمام. ايوه كان ويتر. ربنا يحبهولك وتشوفيه احسن الناس ان شاء الله يا رب. بس شمس بالله عليك نفسها تطلع مع حضرتك، احنا من البحيره واول مره نشترك في البحيره. حاضر، عينينا الاثنين والله. ده طب بس شرط بقى، حضرتك تعلمي شمس اكله حلوه من البحيره تيجي تاكلها لنا. لا حضرتك اللي تطلبه. لا يعني انا عايز اقول حد ينورنا من اي محافظه في مصر يعمل اكل بلده. اوكي انا تمام جدا، انا بحب الحاجات دي جدا. اوكي اوامرك اوامرك اوامرك. حاضر يا ام فتحي، تحت امرك. حاجه تانية؟ انا مش عارف حضرتك، احنا بنعزك لدرجه ان احنا بندعي لك في قيام الليل. يا حبيبتي والله يا امي ربنا يخليكي والله، ودي من محبه، وبشكرك ان انا على بالكم والله، كتر خيرك والله. وشك بشوش في وجوههم ما شاء. شكرا. الله عليك يا شيخ. خيرك على راسي والله يا ام فتحي. تسلم تسلم، ربنا يعز حضرتك. شكرا. حالا في كنترول سجل بياناتنا وتنورنا بنت حضرتك، وشكرا لمكالمتك يا فندم. ها شريف صباح الفل، قول هنا. حاضر حاضر شريف باشا، صباح الفل. الو الو، صباح الفل يا شريف، عامل ايه يا كبير؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكون بخير. جدا 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 بالمشاركه ديت بجد، ده شرف لينا يا فندم والله، على راس المكالمه والمتابعه يا استاذ شريف والله، على راسي. ربنا يعز حضرتك، انا بشارك حضرتك من اسكندريه من بكوت. حبايبي حبايبي الاسكندرانيه، حبايبي اجدع ناس. انا عايز اعرف طريقه الملوخيه بتاعتك انت. حاضر، عينيا الاثنين. يا سلام، اوامرك. حاضر، انا كنت لسه عامل يا شريف من كام يوم ملوخيه بالمواسير، معرفش شفتها ولا لا. ربنا يعزك بجد، زي ما انت بتفرح كل الناس. شكرا. انت بني ادم محترم بجد. ربنا يخليك يا حبيبي، ده من ذوقك والله يا اخويا، ومن كلامك الحلو، وبشكرك لوقتك اللي انت كلمتنا بيه دلوقتي على الهوا والله. شكرا على راسي، شكرا اخويا. والاسكندريه السلام دايما زي الورد، وربنا يديم محبه لكل محافظات مصر. حاضر، انا عملت من كام يوم ملوخيه عادية جدا، وعايز اقول لحضراتكم الملوخية دي اي حد في البيت هيعمل احسن مني، انا واثق في ده مليون بالمية. كيس الملوخية عندي في كام تكاية بسيطة جدا، لان احيانا الملوخية مش موسمها، فبنجيب ملوخية فروزن، وده طبيعي وعادي جدا، نظيفة وكل حاجة. انا عندي مشكلة ان احنا ممكن يخلنا التعبير، فنحط كيس الملوخية في قلب المرقة وهو لسه في حبة تلج، ده غلط، ممنوع منعا باتا باتا باتا. اي شيء يطلع من الفريزر ينزل عدد النار، اللي تشك ده ما بين التلج والمرقه السخنه او الميه يكون بكتيريا بالمليارات عينينا ما نشوفهاش. يا شيف والله، وارجعوا وسيرش واسالوا يعني من ورايا، كلام علمي وكلام احنا درسناه. اي لحوم، اي حاجه، اي شيء لما اجي اطلعه من الفريزر لا يجوز لا يجوز احطها على طول على النار، لان انا بجيب من التلج الى النار، فده يعمل لي مشكله كبيره جدا، هيكون لي بكتيريا وهيجمع حاجات غلط. اللي انا عايز ارجع اقوله ايه بقى، ان انا اسيب الكيس الملوخيه يفك براحته لحد ما يبقى فاضي خالص. طيب فاضي يعني ما فيهوش تلج، وبعد كده ببدا احطه عندي في بوله خالص، وهلاقي عندي بطبيعته في ريم ابيض او رغاوي بيضة، بشيلها قبل ما اسقطها في الحله. طب نسيت وسقطتها وماله، خدي اول غلوه او خد اول غلوه وارفع في الاخر برضو الريم. اما الملوخيه البلدي او الفريش اللي متقطفه النهارده ومخروطه في البيت عمرها ما تعمل ده. طيب عملت ايه؟ خدت المعيار بتاع الملوخيه اللي هشتغل بيه، كوبايتين مرقه مثلا، وكنت عندي مواسير، المواسير دي يعتبر مرقه كوارع يعني، فغليت كويس قوي لوحدها، اخلي المرقه تغلي الاول، وبعد كده انا بحب احط فيها تاتشات اللي هي بتاعتي انا بقى شخصيا، ممكن احط فيها تاتش سكر، ممكن احط فيها سنه كزبره ناشفه، ثوم مفروم والمرقه لسه بتغلي، الحاجات دي تعالي تستك غير الطشه.
بسقط كيس الملوخيه واقلبه كويس جدا اذا كان بالشوكه او بالمضرب عشان ما يكلكعش مني، واخد غلوه واحده اول غلوه وابدا ايه اشيل الريم اللي على الوش وابدا اكون مجهز عند الطشه بمعلقه سمنه، معلقه كزبره ناشفه، معلقه اللهم صل توم، يبقى معلقه توم صغيره، معلقه كزبره ناشفه، معلقه سمنه او حسب، بس افضل تبقى سمنه عشان تديك وش حلو على وش الملوخيه، وما تخليش السمنه تاكل او تغمق التوم فيبقى هو ده حلو، لا التوم لازم يكون لونه ذهبي برونزاش جولد كده ذهبي عشان خاطر ما يبقاش الموضوع راح في حته ثانيه خالص. طيب يا فندم هرجع تاني هنا الرز باللبن خلاص على ما اعتقد تمام التمام، ابدا اربط الربطه اللي احنا عملناها مع حضراتكم. بسم الله بس كده خلاص اهو. بص لما دوبناها كويس هنا مفيش حاجه عندي، اهم حاجه التدويب بس كده، وتعيش حياتها وسيبها شويه اهو، وقلب النار هاديه البخار طالع حاجتك تستوي واحده واحده، انا مش محتاج ولا 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 فريق لحط اي شيء تاني يربط ربطه حلوه، هصبه عندي ان شاء الله كمان شويه ويهدوا، واي حاجه عايزين نحطها على الوش براحتنا.